مساء الخير وإليكم عناوين نشرة هذه الليلة. شربل من لاسا، الصلح الخاسر أفضل من الأحكام الرابحة. بدء محاكمة متهمين في رومي بمحاولة تهريب عناصر من فتح الإسلام. واجتياح خليوي سوري للبنان بلغ الكحالة. نشرة أخبار الثامنة من LBCI مع يزبك وهبي وريمي درباس. مساء الخير. أدخل وزير الداخلية مروان شربل اليوم نمطا جديدا في حل النزاعات، فأطلق من لاسة هذا النمط وهو الصلح الخاسر أفضل من الأحكام الرابحة، بمعنى آخر كأنه أعطى إجازة للقضاء في قضية لاسة. ليس بعيدا من لاسة كان البطريرك الراعي يرسم خارطة الطريق لرئاسة الجمهورية فيخاطب الرئيس سليمان: نؤيد مساعي فخامتكم لإجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري. خارج هذا السياق، كان رئيس المجلس النيابي يرسم صورة متشائمة جدا للوضع، فقال إن المبادرات الداخلية لم تعد تجدي وبات العمل من الخارج وليس من الداخل، سائلا فيما يشبه التسليم: هل أخذنا استقلالنا باكرا؟ بهذه الخلاصة غير المتفائلة، أقفل الأسبوع من دون أن يبدو في الأفق ما يشير إلى أن معطيات أفضل ستطبع الأسبوع الطالع. موضوع الخلاف إذن على الأراضي في بلدة لاسة قضاء جبيل على طريق الحل إذا مع انطلاق عملية المسح الإجباري للأراضي. هذه هي الدمغة الحمراء التي وضعها وزير الداخلية والبلديات مروان شربل على العقار رقم 52 في بلدة لاسة الجبيلية، والتي أنهت مبدئيا مرحلة من الخلافات العقارية بين مطرانية جوني المارونية وبعض أهالي لاسة الذين حاولوا تشييد أبنية على عقارات تقول المطرانية إن ملكيتها تعود لها. أول شيء دمغة حطيناها وحطينا نقطة على جوال قميص. بهذه الدمغة أعطيت إشارة استئناف أعمال المسح النهائي المتوقف منذ عام 2007. بارك البطريرك الماروني الاتفاق الذي تابعه وزير الداخلية بين المطرانية وفعاليات بلدة لاسة، حيث أكد شربل أن الخلافات التي تنشأ بسبب المسح النهائي ستحل بالتفاهم، داعيا من يملك رخصة قانونية إلى الاحتفاظ بها. وأنا بقدر بقول لكم أنا كوزير داخلية كل اللي معه رخص يخبوا الرخصة لأنه بدهم يستعملوها، ونحن أي خلاف بيصير رح يرجع لعندي على الطاولة بوزارة الداخلية، أنا بدي حل الموضوع، ما رح أعذب القضاء ليحل الموضوع. أعمال المسح ستستمر أكثر من عام بحسب ما يقول طرفان النزاع اللذان أكدا رغبتهما السعي لإعطاء الأولوية لحل الأمور بالتفاهم. اتفاق؟ لا، ما فيش اتفاق ومبرم. هلا نحن مع التسهيلات، مع كل انسان ياخذ حقه. هلا اذا في بعض المطارح فيها الكنيسه هي تقدم او تساهم او تساعد ضمن الحق وضمن القانون، الكنيسه جاهزه. كل حدا من الاهالي عنده مستند يثبت انه الارض له، صار في تفاهم عليه انه هذا بده ينعرف بده يعترف له فيه، والمطرانيه جاهزه انها تعترف فيه. وزير الداخلية ومفتي جبيل كسروان الشيخ عبد الأمير شمس الدين أكدا على أن الخلافات في لاسة ليست طائفية، ومن لاسة أمل بأن تؤسس هذه الخطوة إلى حل الخلافات بين أفأ والغابات وبين العقورة واليموني. إلى ذلك، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعميما بالتشدد في تطبيق أحكام قانون البناء. وجاء في التعميم: تعتبر الإنشاءات كافة التي نفذت خلافا للأصول القانونية غير قابلة للتسوية وتستوجب الإزالة، الوقف الفوري للأشغال في ورش البناء كافة التي تنفذ من دون تراخيص صادرة وفق الأصول القانونية، وجوب إجراء جردة شاملة بهذه المخالفات وإيداعها دوائر التنظيم المدني في خلال مدة أسبوعين من تاريخ صدور هذا التعميم، اتخاذ دوائر التنظيم المدني فورا التدابير القانونية في حق المخالفين. تدابير قانونية من نوع آخر في سجن رومي المركزي. بدء محاكمة متهمين في دعاوى متفرعة من ملف نهر البارد، منها محاولة تهريب عناصر من فتح الإسلام. في ملف من الملفات الثلاثين المتفرعة عن أحداث نهر البارد، استجوبت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد متهمين بنقل وتسهيل فرار وتخبئة عناصر من فتح الإسلام.
أول المستجوبين في قاعة المحكمة الخاصة في رومي كان فايز محمد عبدان، وهو لبناني ألماني، فنفى ما أسند إليه من عمليات في هذا الإطار، وقال إنه اعترف بذلك بسبب ما تعرض له من ضرب في وزارة الدفاع والتهديد بإعادته إلى هناك. وقال إنه كان يعمل سائق تاكسي، وكان على علاقة منذ وجوده بألمانيا بالمدعو محمود والملقب بأبو اليمان، الذي كان يطلب منه نقل أشخاص من سوريا إلى لبنان وبالعكس لقاء أجر، لافتا إلى أنه لم يكن يعرف من هم هؤلاء الأشخاص، وكان يوصلهم في أغلب الأحيان إلى أرض جلول والحمرة ومرلياس في بيروت وإلى مخيم نهر البارد. وكشف عندان أنه دخل السجن قبل 3 أشهر من اندلاع معركة البارد، ولا يزال نافيا معرفته بسليم طه ونزار الحسن، اللذين قالا إنه تولى نقل العناصر مبديا استعداده لمواجهتهما، واعترف أن بندقيتين صدرتا من منزله. أحمد مرعي وهو لبناني قال أيضا إنه تعرض للتعذيب ودخل المستشفى 4 مرات، ولديه تقريرا طبيا بذلك، وأنه حكم بهذه التهمة أمام المحكمة العسكرية. واعترف مرعي أنه قام بتهريب طلحة السعودي وآخر أردني عبر وادي خالد إلى سوريا، رغم أنهما مطلوبان وهما من القاعدة، وقد قام بهذا العمل بناء على طلب من صدام محمد الحجديب لقاء مبلغ بلغ 1200 يورو، ونفى مرعي معرفته بشاكر العبسي. خالد قنبز وهو فلسطيني تحدث أيضا عن تعرضه للتعذيب في وزارة الدفاع، وإنه حكم أيضا بهذا الملف أمام المحكمة العسكرية، ولكنه قال إنه كان على معرفة بأبو محمد شحرور الذي كان يسكن معه في المبنى ذاته، وأبو محمد خردق، وهما كانا من مسؤولي فتح الإسلام. وبعدما نفى علمه بالتحضير لفتح جبهة في مخيم عين الحلوي، أشار إلى أنه انتمى في المخيم إلى عصبة الأنصار في العام 2006 عندما كان ملاحقا من الدولة وسلموه بندقية. ابتسم أنت في سوريا لكن داخل الأراضي اللبنانية. شبكة سورية تدخل العمق اللبناني بمسافة 40 كيلومترا. على طول الحدود مع سوريا في البقاع تصل رسائل على هواتف المواطنين من شركة MTN للاتصالات في سوريا: أهلا بكم في سوريا، أشعر بأنك في بلدك وأنت تستخدم شبكة MTN. ورسالة أخرى: وزارة السياحة السورية ترحب بكم في سوريا، الرجاء الاتصال على الرقم 137 للمعلومات السياحية أو الشكاوى. امتداد شبكة تغطية MTN تساعد النازحين السوريين. عم يضطر المواطن السوري أو اللبناني أنه يجيب خط لبناني يا MTN يا سريتل مشان يخفف عليه العبء. أوفر بكثير من شركة الامتسي أو ألفا. فاتورة تلفوني عم تطلع 300 دولار كانت تطلع 150 دولار. مقصود أو غير مقصود، بكل الحالتين مطلوب منهم معالجة هذا الأمر. ليس من المستغرب أن تعمل تغطية MTN كيلومترين أو 3 كيلومترات في العمق اللبناني، إلا أن ثمة ما يثير الريبة، إذ إن مواطنين بين منطقتي علي والكحالة، أي على بعد ما يقارب 40 كيلومترا من الحدود السورية، تلقوا رسائل الشبكة السورية التي تتأهل بهم في سوريا وتتمنى لهم الاستمتاع بأوقاتهم على الأراضي السورية. وزارة الاتصالات اللبنانية لم تبادر إلى إجراءات فورية، بل اكتفت بالتواصل مع ناظرتها السورية لحل الموضوع. وبحسب المطلعين على قطاع الاتصالات، هذا التمدد للشبكة السورية ناتج عن تقوية مراكز الإرسال عند الحدود اللبنانية، وقد يحتاج أحيانا إلى استعانة بأجهزة اتصالات بالأقمار الصناعية، وهو ما يؤدي إلى تشويش على الشبكات اللبنانية، الأمر الذي يشكو منه الأهالي البقاع منذ أشهر. ودخول الشبكة إلى العمق اللبناني له أسباب مالية لجهة ازدياد عدد المستفيدين منها وعدم خسارتها للمشتركين السوريين فيها، إضافة لكل ذلك الهاجس الأمني، إذ إن عمل MTN على الأراضي اللبنانية يمكن الاستفادة منه للإعداد وتنفيذ أي عمل أمني بعيدا عن دار الاتصالات اللبنانية والأذان الخلوية للدولة. ألا يستوجب كل هذا استنفار الأخير للحد من كل هذا؟ ولماذا عدم الاستعانة بالتجهيزات الخاصة لقطع امتداد الشبكة السورية؟ اشتداد المعارك في القلمون انعكس نزوحا سوريا كثيفا إلى عرسال. عرسال هذه البلدة التي تعيش أوضاعا صعبة دفعتها إلى رفع الصوت لمساعدتها على إيواء النازحين. هو مشهد مأساة النازحين السوريين الذي يتكرر عند اشتداد المعارك في المناطق السورية المحاذية للحدود اللبنانية. هذه المرة كان دور قرى القلمون وبالتحديد بلدة قارة السورية التي نزحت منها مئات العائلات السورية في اتجاه عرسال بفعل الهجوم الذي بدأته القوات السورية. عبر جرد عرسال نزحت العائلات بما تيسر من آليات حاملة ما أمكن من أغراضها. نعم من قارة.
ما بدنا شيء من هالدنيا، بس نتقاوى ونقعد ونصير صائف وكل شيء على عارة، كل شيء كل شيء على عارة. عائلة نازحة طردها شبح الخوف حتى في عرسال، رافضة الظهور أو الحديث على الكاميرا. آخرون اجتازوا الحدود سيرا على الأقدام. فاعليات البلدة ناشدوا تدخل المؤسسات. في حركة نزوح يبدو من الألمون تجي عرسال، من الناس تقول بالأمم المتحدة بالأساس والمؤسسات وكل الناس أنه تجي يعني تعمل إيواء لهؤلاء الناس اللي جايين. الجيش اللبناني الذي عزز مواقعه في محيط عرسال سهل دخول العائلات ومنع تسلل المسلحين عبر المعابر غير الشرعية الكثيرة بين عرسال وقرى القلمون. شيعت بلدة معرك الجنوبية وحزب الله حسن أحمد بلاغي الذي قتل في المعارك الدائرة في مدينة حلب السورية، وقد شارك في التشيع النائب نواف الموسوي وجاب موكب التشيع في شوارع معرك وصولا إلى جبانة البلدة حيث وري في الثرى. كيف تبدو الخارطة الميدانية لدمشق وريفها بعد إعادة سيطرة الجيش النظامي على مناطق واسعة منها؟ تقرير للزميلة ريما عساف. في ذروة الانتصارات التي حققتها المعارضة السورية قبل أشهر، كانت خارطة دمشق وريفها على الشكل التالي. فالمناطق الملونة بالأخضر والمحيطة بمدينة دمشق، أي من الغوطة الشرقية إلى الغوطة الغربية، ظلت على مدى أشهر واقعة تحت سيطرة المعارضة. لكن هذا الواقع بدأ يتغير بشكل كبير ومتسارع منذ أيام، فكانت استعادة الجيش السوري السيطرة على منطقة السبينة نقطة مفصلية في معركة ريف دمشق. فمنذ سقوط السبينة بدأت كأحجار الدومينو تسقط البلدة تلو الأخرى من البويضة إلى الحجيرة، وقبلها شبعة، وأيضا حتيت التركمان ودير العصافير. وبذلك نجح النظام في فصل الغوطة الشرقية عن الغوطة الغربية، وكما يظهر ذلك على هذه الخارطة، وقطع الإمداد عن مقاتلي المعارضة في الغوطتين. وبذلك بات بإمكان النظام فك الطوق عن العاصمة السورية دمشق، وهو لهذه الغاية يكثف عملياته ويحقق تقدما على محور بلدة يلدة وما يحيطها من بلدات مثل بابيلة وبيت سحم والحجر الأسود. كما يحاول أيضا خرق الطوق عن العاصمة في حي برزة، حيث يكثف في هذه الأثناء عملياته وتشهد هذه المنطقة اشتباكات عنيفة. الخارطة العسكرية في ريف دمشق تتغير بسرعة قياسية، ورغم استمرار سقوط قذائف الهاون على بعض أحياء دمشق، فإن النظام يعتقد أنه بات قادرا على إبعاد خطر المعارضة عن العاصمة في وقت قريب. أما في حلب فقد ظهر كل من عبد العزيز السلامة، وهو أحد كبار القادة العسكريين للمعارضة السورية، وقائد لواء التوحيد عبد القادر الصالح بصحة جيدة بعد غارة استهدفت أمس قاعدة للجيش في المدينة كان مقاتلو المعارضة قد استولوا عليها. تم اليوم استهداف مقر لواء التوحيد بصاروخ فرادي، تم جرح بعض الأخوة، والحمد لله رب العالمين الأخ عبد القادر الصالح بألف خير، وأنا بعض الجروح الخفيفة والحمد لله إن شاء الله خلال أيام مثل ما قولوها الحلب راح أكون فصل حلب إن شاء الله، وموضوع توحيد الفصائل راح يمشي وما راح نأجله إن شاء الله، والله إن شاء الله يفتح علينا وعليكم. تشكيل إدارة مدنية انتقالية كردية في شمال شرقي سوريا أثار غضب تركيا، التي أكد رئيسها عبدالله جول أن بلاده لا يمكن أن تسمح بأمر واقع أو بتقسيم سوريا، ولا تؤيد أي ضغط تمارسه مجموعة سورية سواء كانت عربية كردية أو تركمانية على أخرى. وفيما المعارك على أشدها في سوريا، أمل وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف والمبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في أن يتم خلال الاجتماع الثلاثي الروسي الأمريكي الأممي المقرر عقده في جنيف في 25 تشرين الثاني الجاري تنسيق المسائل العالقة في شأن مؤتمر جنيف 2. وجاء في بيان للخارجية الروسية أن لافروف أكد في المكالمة الهاتفية مع الإبراهيمي ضرورة عقد هذا المؤتمر في أسرع ما يمكن من أجل إطلاق الحوار الوطني السوري على أساس بيان جنيف 1 باعتباره الأرضية المتفق عليها للتسوية السياسية للأزمة السورية. في هذا الوقت رفضت ألبانيا، التي أعلنت أنها رفضت طلب أمريكا استضافة عملية تدمير الأسلحة الكيميائية على أراضيها.
السفارة الأمريكية في العاصمة أعلنت أنها تحترم قرار ألبانيا وأنها واثقة من تدمير الكيميائي السوري خلال المهلة الزمنية المحددة. وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أرجى اجتماعه الذي كان من المقرر أن يبحث في نقل معظم المواد الكيميائية من سوريا خلال 6 أسابيع وتدمير المنشآت المتبقية بحلول آذار 2014. بعدما لحق بالمسيحيين في المنطقة، وزيرة بريطانية تحذر من خطر انقراضهم في الشرق الأوسط. الوزيرة اعتبرت أن هذا الأمر هو أخطر ما يواجهه العالم في القرن الحالي. أن تكون مسيحياً في أجزاء معينة من العالم اليوم يعني تعريض حياتك للخطر، هذا ما خلصت إليه وزيرة الدولة لشؤون الجاليات والمعتقدات الدينية في الحكومة البريطانية البارونة سعيدة وارسي الباكستانية الأصل. كلامها جاء في خطاب نشرته صحيفة ديلي تيليغراف قبل أن تلقيه الوزيرة البريطانية في جامعة جورج تاون، وحذرت فيه من خطر انقراض المسيحيين في الشرق الأوسط. وارسي استعرضت بعضاً مما تعرض له المسيحيون لا سيما في العراق، حيث انخفض عددهم من 1,200,000 نسمة في العام 1990 إلى 200,000 نسمة حالياً. وعن المسيحيين في سوريا، نقلت الوزيرة البريطانية معلومات عن أن ثلثهم غادر سوريا منذ بداية الحرب هناك، وذكرت بالهجوم المسلح الذي تعرض له حفل زفاف قبطي في مصر، كما ذكرت بتفجير كنيسة في باكستان في أيلول الماضي ما أودى بحياة 85 شخصا. من قارة إلى قارة يواجه المسيحيون، تقول وارسي، التمييز والإبعاد والتعذيب وحتى القتل بسبب دينهم، واعتبرت أن الإرهابيين يستهدفونهم في الشرق الأوسط كنوع من العقاب الجماعي احتجاجا على السياسة الخارجية الأمريكية، إذ بات ينظر إليهم على أنهم عملاء للغرب. ورأت أن هذا أخطر تحدي يواجهه العالم في القرن الحالي، وأن مطلع العام المقبل سيشهد قمة دولية لرسم خطة لوقف العنف ضد المسيحيين لا سيما في البلدان التي تعتبر مهد المسيحية. بعد الفاصل، مدارس حراجل في عطلة والسبب انقطاع المياه، والكازينو بين الموظفين والإدارة. أهلا بكم من جديد. رئيس الجمهورية يحدد من بكركي 5 بنود كخطة طريق لبقاء المسيحيين في الشرق. جاء ذلك في خلال إطلاق كتاب سلامي أعطيكم، فيما دعا البطريرك الراعي لإجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها. خلاصات خارطة طريق لوضع ودور المسيحيين في الشرق رسمها الرئيس ميشيل سليمان خلال رعايته حفل إطلاق كتاب سلامي أعطيكم في بكركي، والذي يجسد زيارة البابا بنديكتوس 16 للبنان. دعوة للابتعاد عن التقوقع والانعزال لأنها ليست من شيم المسيحيين. اعتماد رسالة الاعتدال والانفتاح والحوار والحرية وحقوق الإنسان، واعتماد القيم الديمقراطية وكافة القيم الحضارية الإنسانية من محاربة التعصب ومحاربة الإرهاب. عدم الزوبان أيضا المتعارض مع غنى خصوصية المسيحيين. عدم الاعتماد على الحمايات الأجنبية الوهمية، أو أيضا عدم مماشاة الأنظمة المتسلطة. عدم الركون إلى فكرة تحالف الأقليات. وباسم مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك الملتئم في بكركي، نقل البطريرك ماربشارة بطرس الراعي ألم المشاركين من تغيير هوية الكيان اللبناني والخشية من انتهاك الثوابت الوطنية وإفقار الشعب اللبناني. نطالب معكم الأطراف، أطراف السياسيين المتنازعين، بتسهيل تأليف الحكومة الجديدة الجامعة والقادرة، ونؤيد مساعي فخامتكم لإجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري، والكل من أجل حماية تداول السلطة بالشكل الديمقراطي الذي يميز لبنان. بعد كل هذا الكلام، لم يحمل اللقاء الذي جمع الرئيس والبطريرك في صالون بكركي سوى بحث في العموميات
وهو لم يدم سوى 8 دقائق. نعى الرئيس نبيه بري المبادرات الداخلية بالقول إنه بات يجب العمل من الخارج وليس من الداخل. وفي لقاء مع مجلس نقابة المحررين تطرق إلى ملف تشكيل الحكومة قائلا إن هناك نقطة بل نقاط معينة في هذا الموضوع معروف من يمون بشأنها أكثر، فالأخوة في المملكة العربية السعودية يستطيعون في هذا الموضوع أن يسهلوا الأمور ويضغطوا بشأنها. وردا على سؤال حول دور السعودية في هذا الموضوع أجاب بري على غير عادتها ولا أضيف أكثر من ذلك. على مدى ساعة بحث بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام مع وفد من حزب الله في الحوادث السورية وما يتعرض له المواطنون السوريون لا سيما المسيحيين منهم من اعتداءات، وقد أعرب وفد الحزب عن تضامنه مع مواقف البطريرك إزاء الأزمة السورية. في الجزء الثاني من ملف انتحار العاملات الأجنبيات في لبنان، ما هو مسار ومصير التحقيقات بعد حوادث مماثلة؟ في هذه اللحظة تحديداً، اللحظة التي تتحول فيها العاملة الأجنبية إلى جثة غارقة في دمائها، ماذا يحصل؟ في 3 أمور دور أساسيين بالتحقيق: شهود يلي إذا كان في حدا شاهد العمل لأن ممكن تكون حادث عمل عم تنظف الزجاج أو عم تعمل شيء آخر على الشرفة، ممكن يكون انتحار كمان شاهد، ممكن يكون الشاهد داخل المنزل. الدور الأساسي للطبيب الشرعي هو تقريره لمعرفة إذا كمان إذا في ممكن يكون في أثار كدمات، بالإضافة لمكتب الحوادث ممكن كمان دلنا في بصمات أخرى بمكان الحادث. بالفعل فورا تبدأ التحقيقات الأمنية لكنها أيضا فورا تنتهي، فالمدعي في هذه القضية يفترض أن يكون إما الضحية أو ورثتها، وعندما تموت الضحية ويكون ورثتها في بلاد فقيرة خلف البحار فإن التحقيقات نادرا جدا ما توصل إلى نتيجة. معظم إذا ما قلنا كل حالات الانتحار ما بتوصل إلا لحفظ الشكاوى، حفظ يعني تنضاف، تحفظ يعني بتبقى بالجرو. ممكن تكون في احتمال كبير تكون اسباب الانتحار هي اسباب خاصه بالعامله نفسها نفسيه، يعني غير مرتبطه باي سبب خارجي، ولكن في احتمال كبير انه تكون عمليه الانتحار ناتجه عن اسباب متعلقه بسوء المعامله اللي عم تتعرض له وظروف العمل. الملفات اذا تنام في ادراج القضاء ولا تخرج منها، لكن القدر وحده قد يغير هذه المعادلة. القدر الذي أنقذ تيغست بعد محاولتها قتل نفسها فقررت الادعاء على مخدوميها بتهمة دفعها إلى الانتحار. هذه السابقة القضائية تأتي في وقت بدأ القضاء يخطو خطوات إيجابية لكن بطيئة تجاه العاملات الأجنبيات، فالأسبوع الماضي فقط صدر قراران قضائيان بتبرئة 4 عاملات فلبينيات وإدانة مخدوميهم، لكن كل ذلك يبقى مجرد جهود قضائية فردية لا يمكن تعميمها في وقت لا يزال نظام الكفالة يحكم العلاقة بين العاملة وأصحاب العمل. أزمة المياه مستمرة ووصلت إلى بلدة حراجل. صحيح، الصفوف الدراسية في المدرسة الرسمية توقفت بسبب انقطاع المياه. طلاب مدرسة حراجل الرسمية خارج المقاعد الدراسية والسبب انقطاع المياه في البلدة. قحطونا قالوا لنا ما بقى بدنا نعلمكم. ليش؟ ما بعرف لهم كرمال المي. فمنذ بدء عملية صيانة سد شبروح قبل 2 أسبوع والبلدة تعاني من تقنين وشح في المياه. السد أفرغ من المياه لصيانته ولن تعود إليه قبل هطول الأمطار والثلوج وتحويل مجرى نبع اللبن الشحيح حاليا نحوه. أما مصادر المياه البديلة كالينابيع فهي لا تصل أيضا إلى حراجل بحسب أبناء البلدة. نحن بحراجل وكسروين عندنا 4500 متر من نبع العسل، نستفيد منه 12 ساعة لنا 12 ساعة لغيرنا، ما عم نشوف شيء وما في مي. الأهالي طالبوا مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بإعطائهم حقهم من مياه نبع العسل الذي كانت تستفيد منه البلدة قبل بناء سد شبروح، ومساعدتهم على جر المياه من نبع الأنا. جرينا نبع الأنا بتكاليف منا وكل شيء، مصلحة المي مفروض فيها تساعدنا من تلفين
ما في حدا بيرد. المؤسسة من جهتها أكدت للـ LBCI أنها عادت للاعتماد على الينابيع والآبار لتوزيع المياه في المنطقة، ولكن مياه نبع العسل لا تكفي حالياً بسبب غياب الأمطار. ويقول الأهالي إنهم لن ينتظروا يوماً آخر من دون مياه، وسيصاعدون تحركهم السبت إذا لم تعد المياه إلى مجاريها. بلدات خسرت المياه وموظفون خسروا حقوقهم المكتسبة. نقابتا موظفي الكازينو طالبتا بوضع نظام داخلي يحدد حقوق الموظفين وواجباتهم. أسبوع فصل الاعتصام الأول عن الثاني لموظفي كازينو لبنان الذين رفضوا خسارة حقوقهم المكتسبة المتمثلة بامتياز الحصول على الأدوية مجانا والاحتفاظ بزيادة 250 ألف ليرة لبنانية على منحة الأقساط المدرسية. ومن أسبوع حتى الآن لم تفكر إدارة الكازينو في التجاوب معهم. نحن أعطينا مجال للإدارة من أسبوع أنه يعالجوا المواضيع ويجاوبونا بقصة الدواء. اجتمعوا مرتين مجلس إدارة خلال أسبوع، هاي الأسبوع اللي مرة طلعت النتيجة، قال في لجنة رح تجي تفاوضنا بركي منلاقي حل. بدل استكمال التعاون مع موظفيه كان هم مجلس الإدارة في مكان آخر، إذ اختار ترويع الحركة النقابية في الكازينو بإصدار قرار إداري تمثل بتأليف لجنة للتحقيق فيما أسماه المخالفات المسلكية التي ارتكبها النقيبان جاك خويري وهادي شهوان، وبإعطائهما إجازة قصرية يقرر تاريخها لاحقا. التجأنا لوزارة العمل، قدمنا شكوى هيدا الموضوع للوزارة، وصلنا لحائط مسدود مع الإدارة ومجلس الإدارة لأنه صار في خطر على هالمؤسسة، المؤسسة اللي هي بتضم 1500 عائلة، ما يقارب 7500-8000 مضمون. الـ LBCI حاولت التواصل مع أعضاء من مجلس الإدارة بسبب غياب رئيسه حميد كريدي بداعي السفر، إلا أنهم رفضوا التعليق. الشأن العام أيضا في مدرسة القلبين الأقدسين البوشري. ومن هناك أطلقت غرفة عمليات متحركة لعمليات الإنقاذ في حال وقوع انفجار. هذه ليست مشاهد انفجار سيارة، هي صور من المناورة الحية التي جرت في المتن للإعلان عن غرفة عمليات متنقلة لإدارة الكوارث الطبيعية التي استحدثتها قائم مقامية المتن. المناورة عبارة عن عملية إخلاء طلاب بالسلالم بعد تفجير عبوة وضعت داخل سيارة قرب المدرسة، كما شملت إطفاء حريق وإخلاء محتجزين مصابين من داخل المدرسة. إشارة إلى أن غرفة العمليات هذه مجهزة بكاميرات وتستعملها القوى الأمنية والدفاع المدني، كذلك الصليب الأحمر. تابعوا معنا بعد قليل. مجدداً اضطرابات في البحرين، والنساء ينتزعن التحرش. في ليبيا قتل 13 شخصا وجرح نحو 130، حال 15 منهم خطرة وفق وكالة الأنباء الرسمية، عندما أطلق رجال ميليشيا النار على محتجين يشاركون في مسيرة في اتجاه مقر الميليشيا في طرابلس مطالبين إياها بمغادرة المدينة. من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران حول ملفها النووي خلال المحادثات المقبلة المقررة في جنيف ابتداء من 20 من الجاري، كما أعلن مسؤول أمريكي رفيع مشيرا في الوقت عينه إلى استمرار وجود ملفات عالقة بحاجة إلى حل خلافات. فرقت الشرطة البحرينية مئات المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى دوار اللؤلؤة في المنامة مستخدمة القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. وزارة الداخلية أفادت بأن قوات الأمن تصدت لما سمتها مجموعة تخريبية حاولت إغلاق شارع البديع العام، وقامت بقذف قنابل المولوتوف ما استوجب التعامل معها وفق الضوابط القانونية. التحرش ليس حكرا على الرجال. محكمة أمريكية تسجن ممثلة كندية تحرشت بالنجم التلفزيوني أليك بولدوين.
الممثلة الكندية جانفيير سابورين ستسجن 6 أشهر بحسب قرار أصدره قاض أمريكي بتهمة مطاردتها الممثل الأمريكي أليك بالدوين والتحرش به في نيويورك طوال السنوات. بالدوين وسابورين كانا تعرفا للمرة الأولى عام 2000 والتقيا بعدها في عشاء عام 2010، تاريخ حول حياة الممثل إلى فيلم رعب بحسب قوله، مدعيا أنها كانت تلاحقه في المناسبات العامة، وتسللت في عام 2012 إلى إحدى شققه في نيويورك مدعية أنها تريد التحدث معه، فاعتقلت يومها بانتهاكها أمرا قضائيا بالابتعاد عنه. وفي نيسان الماضي أصدرت المحكمة أمرا يقضي بابتعادها عنه لاتهامها بالتحرش به لتوجيهها مئات الرسائل إليه عبر بريده الإلكتروني ورسائل هاتفية تؤكد فيها محبتها له ورغبتها إنجاب طفل منه، إلا أنه نفى أي علاقة له بها. أما هي فأكدت براءتها للقاضي وبأنها لم تقم بأي أمر خطأ، وكانت تريد منه تفسيرا عن عدم رغبته برؤيتها مجددا بعد إقامته علاقة معها. حكم سيري حتما بالدوين من كابوس سابوران لستة أشهر، ولكن هل سينهي هوسها المزعوم به؟ والآن إلى الصفة الاقتصادية مع ليا فياض. ليا تفضلي. شكرا يزبك. هيدا جيلنا، فيك تحب بلا ذهب وترتاح بلا اوتيلات 5 نجوم. العشاء ما بده طاولة، والظهرة ما بده حلاق. مش عايز شركة كبيرة لتفرج مواهبك، ومضروري يكون عندك حجز لتقضي أحلى سهرة. ما بدك كتير لتأسس لبكرة، مهم تبلش مع حساب سبرينج من بنك عودة. من القليل بتحقق الكتير. شو وضع الفقر والتعليم والبطالة بالدول العربية؟ جواب بهالتقرير. أكثر من 50 مليون شخص بالعالم العربي بيعانوا من نقص بالتغذية بعد ما كان العدد 30 مليون عام 1990. 60 من 1000 هو معدل وفيات الأطفال دون سن 5 سنين. البطالة رح توصل لل 14.8% بهالسنة بعد ما كانت 10% بال 2010. هالأرقام السلبية توصل إلى عدد من الخبراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية ونشروها بحلقة نقاش نظمتها الأسكوا ومركز كارنيجي للشرق الأوسط بعنوان التقرير العربي للأهداف الإنمائية للألفية 2013. وبيعتبر التقرير أن التحولات السياسية اللي عم تشهدها بعض الدول العربية عم بتعيق بلوغ أهداف إنمائية عديدة، فالدول العربية عم بتعاني من عدم المساواة فيما بينها وداخلها. في البلدان اللي بدائرة الخطر هن دول بأفريقيا، يعني الصومال، موريتانيا، السودان. اللي أفضل شيء حققوا تقدم ببعض مجالات هن دول الخليج، بسبب طبعا الإمكانيات المالية وأيضا التطور اللي صار بالنسبة للصحة وبالنسبة للتربية. رغم كل هالسلبية في بادرة أمل بتتعلق بالتعليم الابتدائي، إذا ارتفعت نسبة الالتحاق فيه وصلت لأكثر من 90%. وبنبقى بأجواء المؤتمرات لليوم الثاني من المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية يلي أعلن خلاله الرئيس نجيب ميقاتي أن التضامن العربي مظلة حماية للبنان واقتصاده. لقد فقد لبنان أكثر من 43% من نشاطه السياحي السابق، وهو أمر يضر بنمو الناتج المحلي وانعكس ولو جزئيا على نشاط المالية العامة من حيث حركة الإيرادات التي يفترض أن تزيد لتغطية احتياجات الإنفاق المطلوبة. أما الوزير جبران باسيل فبيلاقي أن الوضع الاقتصادي بحاجة للمزيد من النشاطات، خاصة بموضوع ثروة الغاز والنفط. البعض بيعتقد أنه استخراج النفط إذا كلف سنوات فهو بعيد المنال. أنا بقدر لكم أنه من اليوم يلي لبنان بوقع أول عقد نفطي ممكن عملية الاستكشاف أنها تنتهي خلال فترة 18 شهر. وأيضا بلبنان اليوم كانت الأنظار متجهة صوب فريق الفوتبول اللبناني، شو الأخبار خالد؟ صحيح، المنتخب اللبناني اللي كان بالكويت ليا تعادل بنتيجة 0-0، رح نشوف نحن والمشاهدين. إذا البداية رح تكون مع مباراة المنتخب اللبناني بكرة القدم أمام المنتخب الكويتي بالكويت ضمن تصفيات المجموعة الثانية من تصفيات القارة الآسيوية، ويلي انتهت بنتيجة سلبية 0-0 بمباراة متكافئة أنقذ بخلال الحارس اللبناني عباس حسن فرصة أكيدة للكويتيين، حافظ بخلالها على أمال المنتخب اللبناني بالتأهل ولو بنسبة أقل من المنتخب الكويتي يلي احتفظ على فارق النقطة بينه وبين منتخب لبنان بالمجموعة يلي بتتصدرها إيران مع 10 نقاط مقابل 6 للكويت و5 للمنتخب اللبناني.
دائما بلبنان بدنا نشير الى انه نهار الاحد هو الموعد الثالث والاخير لانتخابات اللجنه الاداريه لفريق الحكمه، بيكون فيها النصاب بمن حضر بظل محاولات اخيره عم يبذلها الليله مطران بيروت للموارنه بولس مطر بمحاوله لتسكيت لائحه توافقيه قبل نهار الاحد. الفرنسيين الشغلة الحلوة فاضية للفرنسيين انه الطقس ممتاز الليلة باوكرانيا، احتمال الشتاء 0%. صراحة عنا بلبنان يا خالد كمان دايما نحن احتمال 0%. الطقس محيرنا وعايشين على الاحتمالات. ان شاء الله خير. مساء الخير. طقس متقلب عم بيسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. طقس الليلة بالإجمال عم بيكون غائم جزئيا، احتمال كتير بسيط نشهد أمطار متفرقة بالمناطق الجنوبية. الليلة الحرارة ببيروت عم توصل ل 16 درجة، 10 بالبقاع، 9 بحاسبية، 14 درجة بطرابلس، و 11 درجة بالجنوب. بكرة الطقس عم بيكون غائم جزئيا، بكرة الحرارة ببيروت 26 درجة، 21 بالبقاع، 25 درجة بطرابلس و 25 درجة بالجنوب. كمان بكرة بالليل احتمال نشهد أمطار متفرقة أكيد بالمناطق الجنوبية. الريح لبكرة عم تكون شمالية غربية بنهار، بتحول بالليل متقلبة وضعيفة. حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة الماء 23 درجة، أما نسبة الرطوبة فعم تتراوح بين 55 وال 75%. طقس الأيام اللي جاية على الشكل التالي إذن لبكرة السبت، طقس عم بيكون غائم جزئيا، مثل ما قلنا احتمال نشهد أمطار متفرقة بالليل بالمناطق الجنوبية. الأحد الارتفاع بسيط ل 27 درجة، طقس عم بيكون غائم جزئيا. نهار التنين كمان احتمال بسيط نشهد أمطار متفرقة كمان بالساحل، انخفاض ل 24 درجة. ولنهار الثلاثة الحرارة بتستقر على 24 درجة، الطقس عم بيكون غائم جزئيا، كمان احتمال لأمطار متفرقة. هذا كان كل شيء بنشرتنا لليلة. عودة لعندك يا زبك. يعني بنحكي عن احتمالات بس، كله احتمالات هالفترة، بس أمطار شاملة مش مبين. لا، احتمال التنين نشهد شوية أمطار ببيروت بس أغلبية الوقت بالجبال. شكرا فاضية. هذا كل ما لدينا في هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة وتصبحون على خير. تصبحون على خير.